بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير آيات المباركات في قول الحق تبارك وتعالى في أول سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذه السورة العظيمة تسمى سورة النساء لأن الله ذكر فيها كثيرا من أحكام النساء الخاصة بهن، وابتدأها الله بقوله يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس من عرب وعجم وأبيض وأسود، هؤلاء الخطاب موجه لهم جميعا من رب العالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا أمر من الله لجميع الناس بأن يتقوه، بأن يتخذوا بينهم وبينه وقاية من غضبه وعذابه، وذلك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقي من هذه النار إلا تقوى الله، كما قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا نجاة إلا بتقوى الله، وذلك بفعل أوامره سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا ربكم، فهو رب الناس جميعا، لا يخرج أحد منهم عن ربوبيته سبحانه وتعالى. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلق هو الذي يستحق العبادة ويستحق أن يتقى ويعبد سبحانه وتعالى. الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام أبي البشر، فإنهم بنوه وذريته خلقهم الله منه، وخلق منها زوجها، خلق من هذه النفس الواحدة خلق منها زوجها وهي حواء أم البشر، خلقها الله من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، خلقها الله من ضلعه، والله جل وعلا قادر على كل شيء، وجعلها زوجة له وأما للبشرية
وبث، ولهذا قال وبث منهما، أي من آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، رجالا كثيرا ونساء، كلهم ذرية هذين المذكورين آدم وهذه الزوجة، وخلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ونساء، فالله جل وعلا خلق الذكر والأنثى من كل شيء، جعل خلق زوجين اثنين لأجل بقاء النسل، وخلق من وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم أعاد الأمر بالتقوى فقال واتقوا الله اتخذوا بينكم وبينه وقاية من غضبه، وذلك بطاعته بفعل أوامره وترك نواهيه خوفا ورجاء، الذي تساءلون به والأرحام، يقول أحدكم للآخر أسألك بالله، تساءلون به، يقول أسألك بالله، وهذه باء القسم، يقسم على أخيه أن يعطيه ما أراد، تساءلون به، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعذوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، والأرحام هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، وكل من تربطك به قرابة من جهة الأب أو جهة الأم فإنه من أرحامك، والرحم لها شأن عظيم، قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالرحم لها حق عظيم يجب على الإنسان القيام به بعد تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا، رقيبا على بني آدم وعلى عباده سبحانه، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأعمالهم، وسيجازيهم بها ويحاسبهم عليها، فعلى المسلم أن يتقي الله ويخشى ويراقب الله سبحانه وتعالى، يراقب أن الله جل وعلا مطلع عليه وعالم به، يراه ويسمعه ويعلم ما توسوس به نفسه، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة ناصر القمي على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. هذا السائل أبو محمد يقول الشيخ صالح أديت العمرة قبل زواجي، وأثناء الوضوء انتقض الوضوء فأعدت الوضوء عدة مرات، وتكرر معي ذلك في الطواف ووجدت مشقة، وأكملت الطواف جهلا مني، وأتممت العمرة ولم أتمكن من أداء عمرة ثانية لمرض ألم بي، ماذا يلزمني؟ إذا كنت
إذا كنت انتقل وضوءك في الطواف، في طواف العمرة، فإن الطواف لا يصح، وبالتالي لا تصح العمرة، لأن الطواف يشترط له الطهارة، لأنه صلاة كما في الحديث، طواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يشترط للطهارة للطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من النجاسة في البدن والثوب، فيتطهر الإنسان كما يتطهر للصلاة. فإن طاف وهو على غير وضوء أو انتقض وضوءه في أثناء الطواف بطل طوافه، فعليه أن يتوضأ أو يتطهر من جديد ثم يستأنف الطواف من جديد. وما دمت أنك طفت وأنت محدث منتقض الوضوء، وطوافك غير صحيح، وبالتالي عمرتك غير صحيح، ولا تزال في إحرامك بها. فإن كنت أديت بعدها عمرة فإنها تقوم مقامها والحمد لله، وإن لم تكن أديت بعدها عمرة وإنما تقول إنك مرضت وأنك في المرض فالإحرام باق عليك. فإذا من الله عليك بالشفاء فإنك تعيد ملابس الإحرام كما كانت، تتجنب محظورات الإحرام، وتذهب وتؤدي العمرة، تؤدي العمرة، وتقول إنك عقدت النكاح في هذا الإحرام الذي لم تكمله وهو باق عليك. المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، فهذا العقد غير صحيح، فلا بد من إعادته بعدما تؤدي العمرة على وجه صحيح التي أحرمت بها وحصل لك ما حصل، ما زلت محرما بها. نعم شيخ، هناك يعني فقرتين: إذا كان ممن يعانون من سلس البول أو الوسواس. إذا كان يعاني من سلس البول بصفة دائمة فإنه حكمه حكم من حدثه دائم، يتوضأ عندما يريد الطواف ويستنجي ويجعل على ذكره حافظا يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ويطوف على حسب حاله، مثل الصلاة، يصلي على حسب حاله ولو خرج منه بول، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. وأما الوسواس فإنه يتركه ولا يلتفت إليه، لأنه من الشيطان، فإذا أحس به يستعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت إلى الوسواس ولا يهتم به. نعم. هذه السائلة وفاء العلي تقول بأنها متابعة للبرنامج وتدعو لكم يا شيخ، ولها مجموعة من الأسئلة. تسأل عن البكاء على الميت، هل هو سنة؟ البكاء على الميت جائز لأنه رحمة، فإذا بكى فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما توفي ابنه إبراهيم، بكى عليه الصلاة والسلام، وقال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء لا يضر، إنما الذي يضر النياحة وفعل الجاهلية ولطم الخدود وشق الجيوب والنياحة على الميت، هذا حرام كبير من كبائر الذنوب. أما البكاء فهو رحمة لا حرج فيه على الميت. نعم. تسأل عن فضل سورة الفاتحة في الرقية، وهل تكفي فقط؟ نعم، سورة الفاتحة رقية، من أسمائها الرقية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية، فإذا اقتصر عليها ففيها الكفاية والحمد لله،
وإن أضاف إليها ما تيسر من القرآن ولا سيما الإخلاص ولا المعوذتين فهذا أتم وأحسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بأن والدتي قبل 40 سنة وبعد وفاة أبي لم تلزم العدة، وكنا في قرية بعيدة وكانت تذهب بالحيوانات والشياه إلى المزارع، هل عليها شيء الآن علما بأنها جاهلة؟ العدة انتهت بمضي 4 أشهر و10 أيام بعد الوفاة، انتهت العدة. وأما الإحداد وهو لزوم البيت وترك الزينة وما أشبه ذلك فهذا مضى وقته وانتهى الآن، والعدة صحيحة وقد خرجت منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في سنوات ماضية صار علي حادث مروري فتوفي معي أشخاص جراء الحادث، فكان علي صيام 2 شهر متتابعين، فقمت بصيام 2 شهر من نصف الشهر، فهل صيامي صحيح؟ وكيف نحسب المدة في الصيام في مثل هذه الحالة؟ نعم، تصوم بالعدد 30 يوما، فإذا صمت 2 شهر 60 يوم، إذا صمت 60 يوما قد صمت 2 شهر بالعدد. أما رؤية الهلال فأنت لم تره لتبني عليه، إنما تبني على العدد. ولكن صيام 2 شهر عن واحد، وأنت تقول توفي معك عدة أشخاص، نعم، كل واحد عنه 2 شهر، تصوم 2 شهر عن كل واحد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول بأنه حج العام الماضي وخلع الإحرام قبل أن يحلق شعره أو يقوم بتقصيره، فماذا عليه؟ إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، إن كان متعمدا فعليه الفدية وهي مخيرة، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. الإطعام والذبح يكون في مكة لمساكين الحرم، وأما الصيام فيجزي في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول من عليه أيام من رمضان العام الماضي واستمر عليه المرض ودخل عليه رمضان هذه السنة ولم يصم أيضا ومات في آخر الشهر، ماذا على أولاده؟ إذا أرادوا أن يقضوا عنه ويبرئوا ذمته هذا شيء طيب، يصومون عنه الأيام ولهم الأجر في ذلك، وهذا يبرئ ذمته. قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. تقول السائلة عند أختي الماس وفضة وذهب، كيف نخرج زكاة هذه الأصناف فضيلة الشيخ؟ إذا كان هذا للحلي والتزين به وليس للقنية والتجارة فليس فيه زكاة على الصحيح من قولي العلماء وهو قول الجمهور. أما إذا كان مدخرا للتجارة والاتجار به بثمنه فهذا عليه الزكاة، الذهب على حسب وزنه، وأما بقية الجواهر فعلى قيمتها. نعم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات ونأخذ أبو فهد من الطائف، تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يا شيخ، النيص حرام ولا حلال؟ النيص يا أخي حرام لأنه من الخبائث. طيب الشيخ هذا يأكل من الحشائش وما تأكل منها الإبل والغنم والأبقار فقط لا غير، كيف وشد على دليل؟ طيب اسمع الإجابة. وش أدراك؟ وش أدراك إنه يأكل من الحشائش؟ أنا أعرف يا شيخ، أعرف من طفل. لا ما تعرفه، هو من الخبائث ولا يوكل. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: حدثونا عن الأمانة وعن عظم منزلتها وماذا يدخل فيها؟ الأمانة كل ما استحفظ الإنسان عليه، وأعظمها الأمانة بين العبد وبين ربه بطاعته وترك محارمه، بأداء ما أوجب الله عليه، تجنب ما حرم الله عليه، هذا أمانة بين العبد وبين ربه. وكذلك من الأمانة الوظائف التي يوليها ولي الأمر للموظفين، الوظيفة أمانة. قال الله جل وعلا لولاة الأمور: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن تسندوا الأعمال إلى الأكفياء الذين يقومون بها. فالوظيفة أمانة، عمل الوظيفة أمانة، يجب على الإنسان أن يؤديها بالقيام بها. وكذلك من الأمانة الأسرار التي بين الناس، إذا كان هناك سر بينك وبين أخيك فلا تفشه، فهو من الأمانة. وكذلك من الأمانة الودائع، وإن كان بعض الناس لا يفهم الأمانة إلا أنها الوديعة، لا، الأمانة عامة، منها الوديعة. فإذا استحفظ على وديعة فإنه عليه أن يحافظ عليها وألا يهملها حتى سلمها لصاحبه المودع. نعم. أبو خالد معنا من المدينة. جدة. من جدة، تفضل يا أبو خالد. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. والعمرك أنا لأخت برضاعة، هي تعتبر من ذوي الأرحام؟ لا، الرضاعة ليست من ذوي الأرحام. طيب. هذه رضاعة فقط. أيوة، جزاك الله خير. أنا قريت تخرجت في ارتداد. طيب ابعد شوي عن التلفزيون، اسمعني من الهاتف يا ابو خالد. طيب قصر التلفزيون شوي. قصيته مره واحده. تفضل تفضل. اقول لك انا قريب تبعد، طال عمرك تبعد عن جده 100 كيلو، وهذه مسافه قصر، ولكن المباني ما تنقطع حتى قريب القريه، فما احكم في هذا؟ اذا كان بين جده والقريه التي تذهب اليها مسافة 100 كيلو، 80 كيلو فأكثر، هذه مسافة قصر، والاعتبار الخروج من مباني البلدتين. نعم. شكرا يا أبو خالد. هذا سائل يقول: شيخ، توفي والدي رحمه الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين وجميع موتى المسلمين، وكانت ولله الحمد موتته هادئة، وقد فارقنا وهو راض عنا ببره، ونسأل الله أن يرزقنا البر. ما الذي يصل الشيخ صالح في قبره من الأعمال الصالحات والخيرات؟ يصله الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهي الوقف الذي أوقفه في حياته يجري نفعه عليه وهو ميت إذا كان وقفا على بر، صدقة جارية، أو علم ينتفع به إذا كان نشر العلم وألف فيه مؤلفات ينتفع بها المسلمون، فإن أجره يجري عليه وهو ميت، أو ولد صالح يدعو له فيصل إليه دعاء الولد الصالح. وهذا من البر بوالده أن يدعو له حيا وميتا، هذا مما يصل إلى الميت. وكذلك يصل إلى الميت الصدقة، الصدقة عنه، إهداء ثواب الصدقة عنه، كذلك الحج والعمرة عنه يصل إليه، وكذلك الأضحية، يعني لأنها من الصدقة وهي شعيرة من الشعائر الدينية وفيها فضل عظيم، فإذا ضحى عنه أو أشركه في الأضحية مع نفسه أو مع غيره فإن ذلك يصل إليه بإذن الله ثوابه. نعم. أحسن الله إليكم. سليمان من الرياض، تفضل يا سليمان. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. سليمان. يا شيخ صالح جزاك الله خيرا. سليمان قص التلفزيون شوي، قصره التلفزيون. لأن في امرأة انكسرت غصن الحدث الأكبر وعلى أظفارها طلاء لم تزله، اغتسلت وهو على أظافرها، وعندما أرادت أن تصلي فيما بعد توضأت وأزالت هذا الطلاء، فهل يكفيها هذا وهل يجزئها هذا وتحصنتها أم لا؟ إذا كانت صلت بالوضوء عليها الطلاء فعليها أن تعيد الصلاة، لأن الماء لم يصل إلى الظهر وإنما منعه الحائل المتجمد، فإذا أزالته في المستقبل فصلاتها صحيحة والحمد لله لزوال المانع. نعم. ولا داعي لإعادة الغسل إذا كانت يبست وتنشفت فتعيد الغسل، أما إذا كانت لا تزال رطبة من الاغتسال وأزالت المانع هذا فإنها تغسل الظهر ويكفي هذا. طيب شكرا. في حال الحدث الأصغر يا شيخ، هل لي أن أقرأ من المصحف؟ تقول السائلة. بدون مسه مباشرة، بل تقرأه بواسطة من وراء حائل كان تغطي كفها بثوبها أو بمسطرها أو بقلم أو نحو ذلك، إذا كان لا تمس القرآن المصحف يعني مباشرة فلا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. أيضا هذه سائلة يا شيخ تقول بالنسبة للمرأة يا شيخ، هل ترفع يديها عند الركوع والسجود في الصلاة مثل الرجل؟ نعم، لا مانع من ذلك، يسن لها ما يسن للرجل. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع برنامج فتاوى. فضيلة الشيخ، هذا سائل أرسل يقول: رجل مسافر ودخل مع إمام يصلي الظهر يظن أنه مسافر، فلما قام الإمام للركعة الثالثة أكمل الرجل تشهده وسلم، هل تصرفه صحيح؟ لا، تصرفه غير صحيح، لأن من صلى خلف من يتم الصلاة يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، هذا هو السنة، ولا يقصر خلف من يتم الصلاة. نعم. جزاكم الله خير. يسأل هذا السائل يقول: بالنسبة لصلاة الوتر مرتين في اليوم، هل هذا جائز؟ وإذا صلى الإنسان الوتر في الليل وأراد أن يصلي ركعات؟ لا، ليس بجائز تكرار الوتر، قال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فإذا أوتر أول الليل ثم يسر الله له وقام في آخر الليل يصلي ويكتفي بالوتر الأول والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر، فلا يضر أنه يصلي بعد الوتر. نعم. يقول: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يوتر بلا دعاء في بعض الأحيان؟ الدعاء هذا يسمى القنوت، دعاء القنوت، هذا سنة، الوتر يصح بدونه، الوتر هو الركعة، وأما الدعاء فهو سنة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، ولا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا، ولكنه علم الحسن ما يقوله في القنوت، يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم. أبو محمد من الرياض، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ. حبيت يا شيخ، الله يعطيك العافية يا شيخ، حبيت أسألك يا شيخ عن حنا الآن كشباب مجتمعنا الآن حنا الحمد لله يعني بنعمة بلدنا وتحكيم شريعة الإسلامية، والحمد لله مشايخنا من مثل فضيلتكم ومثلة هيئة كبار العلماء مع فضيلة الشيخ الله يطول عمر الشيخ عبد العزيز
ما ادري الشيخ احنا الحين كشباب الان وبعنا بعناقنا بيع الخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولي عهده، هل الان هذه اللي قاعده تواجهنا من الانترنت ومن المبايعات الغريبه هذه اللي قاعده تظهر علينا، كيف احنا يا شباب نحاول اننا يعني نحفظ انفسنا من هذه الفتن؟ شكرا، يعني هذا سؤال واضح. تسيطر علينا وعلى شبابنا احنا الان في الوقت الحالي. واضح. جزاك الله خير يا شيخ، مشكور وما قصرت. جزاك الله. يا أخي أنتم رعية ولكم إمام، فيلزمكم طاعة ولي الأمر، ومع كونكم مع الجماعة جماعة المسلمين، ولا تلتفتوا إلى ما يكون في الإنترنت أو غيره من المشوشات ومن الفتاوى الضالة ومن الكلام الضائع. أنتم جماعة مع إمام هو إمام المسلمين، فاتبعوه ولازموا طاعته بالمعروف. نعم. الشيخ صالح، يعني في وقتنا الحاضر وسائل الاتصال التي شوشت على كثير من الناس وعلى الأمة، ما موقف يعني الأب والأم من هذه الوسائل، وما توجيهكم للشباب؟ مأجوري. موقف الأب والأم تربية الأولاد تعليمهم ما ينفعهم ونهيهم وتجنيبهم ما يضرهم، لأنهم رعية. الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فعليه أنه يحفظ أولاده من هذه الأجهزة ومن هذه الشرور، وباستطاعته أن يربيهم على تركها وعلى الحذر منها. هذا باستطاعته إذا عزم وتوكل على الله وبادرهم من الصغر قبل أن يكبروا ويتمردوا، إذا بادرهم من الصغر وتدرج معهم في ذلك وأمرهم بأمر الله، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، فهو يراعيهم ويأمرهم بالطاعة وينهاهم عن المعاصي، يتدرج معهم شيئا فشيئا ولا يتساهل معهم ولا يترك عندهم ما يضلهم، يبعده عنهم ويخلي بيته من هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. نرجو أن تحدثونا يا شيخ صالح عن أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف وأثرها في حياة المجتمع. لا تتم المصالح ولا تندفع المضار إلا بلزوم السمع والطاعة ولزوم الجماعة، فإن هذا هو الذي يكفل المصالح للمجتمع ويدفع عنهم المضار. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا من رحمة الله بعباده أنه يجعلهم رعية ويجعل عليهم راعيا منهم ويأمرهم بطاعة الله يراعي مصالحهم. والخطر اليوم شديد، لأن وسائل الاتصالات هذه جلبت للناس شرا كثيرا وتشكيكات، فعلينا أن نحذر منها ونحذر منها ونحفظ أولادنا من شرها. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن من الرياض، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يرضى عليك، أشكركم يا علمانا ويا ملكنا ويا حكومتنا على تبيان اليوم للحقيقة الذي كنا نتمناها من عام 1400 والأحداث اللي انسردت منها إلى اليوم. نشكركم يا علمانا، نشكركم على تبيان الحقيقة الذي قلتوها اليوم في بيانكم ليراها العالم من بلد الحرمين، أنكم على الحق سائرين وخادم الحرمين. والله ثم والله له مكانة في قلبي، وسألوا الديوان عن البرقيات اللي بركها، هو له مكانة في القلب وما يقول له، هو إمامنا وإمام الدعوة قبل كل شيء. يا شيخنا الله يجزاكم بالخير. شكرا على اجتماعكم اليوم وتبيان. طيب جزاك الله خيرا ونفع الله بهذه الكلمة وجزى العلماء خيرا على ما قدموه للأمة من نصح وتوجيه، وهذا وقته. نعم. طيب
فضيلة الشيخ، هذا شخص يصلي بالناس فقرأ الفاتحة ثم تذكر أنه نسي آية ثم أعاد القراءة، هل ما فعله صحيح وهل يجب عليه سجود السهو؟ نعم، من شك في ترك ركن فكتركه، وقراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وهي واجبة على المأموم وقيل سنة. فعلى كل حال قراءة الفاتحة لا بد منها، سبع آيات، هي سبع آيات لا بد منها، فإذا نسي منها آية فلا بد من الإتيان بها، فيقرأ هذه الآية التي تركها وما بعدها ويكمل الفاتحة على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن إزالة الجنابة للشخص المكسور الذي يوجد على رجله جبيرة. نعم، يمسح على الجبيرة، يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة وتكمل طهارته بذلك، والحمد لله. نعم، أبو عبد الله من الرياض، تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أبا أسأل الشيخ جزاك الله خير وجزاه عنا خير وعن الأمة الإسلامية. آمين، تفضل. أنا طال عمرك دائما الحمد لله أقرأ سورة البقرة يوميا، وأقرأ جزء، ولكن هل هذا يعني العمل أحسن ولا أني أقرأ أفضل جزئين كل يوم؟ والله يا أخي اقرأ ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأ ما تيسر حتى تخدم القرآن، تبدأ من أوله وتنتهي بآخره، ولو على الأقل في الشهر مرة، تختمه مرة في الشهر، فعلى كل حال تقرأ منه كل يوم ما تيسر حتى تكمله، ولك في ذلك الأجر العظيم إن شاء الله. نعم، أنا أقرأ، أنا أختمه يا شيخ، أختمه الحمد لله، أنا أختم كل شهر مرة وأقرأ سورة البقرة يوميا. لا، ما بلازم يوميا، اقرأ القرآن مجزئا كما ذكرت، وتبدأ من سورة البقرة وتنتهي بسورة الناس، والحمد لله. نعم، طيب، بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله خير. اعتاد بعض الناس عندما يتثاءب يستعيذ من الشيطان الرجيم. لا أصل لهذا، الواجب على من طرأ عليه التثاؤب أن يكتمه ما استطاع، فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع على فمه ثوبا أو شيئا ولا يفتحه في التثاؤب. نعم، يسأل هذا السائل مصري ومقيم بالرياض، الحلف بالنعمة، مثال يقول وهذه النعمة. لا يجوز الحلف بغير الله، والنعمة مخلوقة من مخلوقات الله، فلا يجوز الحلف بها. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، نعم. فضيلة الشيخ، أيضا عند الأذان بعض الناس يستعيذ من الشيطان الرجيم ويردد ذلك، ما الحكم أيضا؟ الاستعاذة ما وردت عليه أن يتابع المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا فرغ المؤذن إنه يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. فمن قال ذلك حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك، هذا هو المشروع. نعم، بعض الناس يا شيخ وعند أذان المؤذن يريد أن يحلف ويقول: وعند هذا الأذان، يعني منزلة هذا الأذان، أن آتيك أو أن تدخل بيتي. لا يجوز الحلف بالأذان، الأذان هذا كلام مخلوق، فلا يجوز أن يحلف به. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ماذا يقول ورد عند نزول المطر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا
الله مطرنا بفضل الله وبرحمته، اللهم صيبا نافعا، وإذا كثر المطر وخيف الضرر فإنه يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عند نزول المطر. نعم. حمود من حفر الباطن معنا على الخط، تفضل يا حمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. يا شيخ والدي مسج علي وخلص السيف. نعم. هل أضحيله من حسابي ولا شركة معي؟ ايش يقول؟ أعد السؤال يا أبو حمود. الوالد رحمه الله كان له سيف علي. طيب. وخلص السيف. يعني موصي بثلث. خلص السيف، هل أضحيله من حسابي ولا أشركة معي؟ الواجب عليك تنفذ الوصية التي أوصى بها في أضحيها وفي غيرها من أعمال البر، فإذا نفد الثلث ولم يبقى منه شيء وأردت أن تتصدق عليه بالأضحية أو غيرها فهذا حسن وبر بوالدك. نعم. يعني أشرك معي ولا أضحي له من حسابي؟ كله يا أخي جائز، تضحي له أضحية مستقلة وتشركه معك لا بأس. شكرا. نعم. عبارة يسن فعل كذا أو يستحب فعل كذا، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، المستحب هو السنة، المراد بالسنة هنا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: ما مقدار الدم إذا كان على الثوب وصلى الإنسان بهذا الثوب عدة فروض، كيف يكون التصحيح؟ يغسله إذا ذكر وعرف عليه أن يغسله للمستقبل، وأما ما فات فصلاته صحيحة والحمد لله. نعم. يقول: عندنا أشجار وفي بستان الحقيقة في فناء منزلنا وهي كثيرة، سكري وغيرها من النخيل، وعروقها يا شيخ تمتد إلى الصرف الصحي، هل نأكل من ثمرها؟ إذا كانت تشرب من الماء النجس أنه يكره أكل ثمرها، هذا إذا تحققت من ذلك. أما إذا كانت تسقى بماء معروف ولكن تخشى أن عروقها تخشى، هذا لا أصل، لا يضر إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ هذا يقول بأنني بلغت 33 لم أحج وأنا مقبل على الزواج، بأيهما أبدأ؟ إذا كان عندك سعة من المال يتسع للحج وللزواج فحج ثم تزوج، أما إذا كان المال ما يتسع إلا للزواج وأنت تخاف على نفسك فإنك تتزوج أولاً ثم بعد ذلك تحج إذا تيسر. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص قد أساء إلي إساءة بالغة أضرت بي، هل يجوز أن أدعو عليه وهل لي أن أقوم بمسامحته ويلحقني أجر عظيم؟ نعم، المسامحة لا شك، من عفا وأصلح فأجره على الله، والأحسن أنك ما تدعو عليه، أنك تصبر وأنك تسامحه وأجرك على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ بأن له مجموعة من الأسهم ويريد أن يخرج زكاة هذه الأسهم، كيف الطريقة في ذلك؟ هذه الأسهم على نوعين، أسهم ثابتة في شركات، هذه تزكي الغلة التي تصل إليك منها، من غلة هذه الأسهم، وأما الأسهم التي هي للبيع والشراء هي أسهم في حكم عروض التجارة للبيع والشراء، فهذه تثمنها عند تمام الحول بما تساوي ثم تزكيها مثل عروض التجارة سواء. نعم. سعد من الرياض، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم شيخنا.
شيخنا المبارك أنا إنسان عامي ولكنني أحب أحضر يعني دروس العلماء الكبار الله يغفر لنا ولكم ولهم. ومع الأحداث الراهنة صرت أنقل كلام العلماء في الجماعات وفي خطر التحزب، فأنكر علي يعني بعض الناس وبعض الزملاء، هل كلامهم صحيح ولا فعلي صحيح؟ بارك الله فيكم. شكرا. لا فعلك صحيح جزاك الله خير، وإذا رأيت من يتحزب أو من يتقسم يقسمون الناس إلى أحزاب وإلى طوائف وإلى فهذا منكر، وأنت تنكره بقدر استطاعتك ومعرفتك، وأنت مأجور إن شاء الله على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من حج مفردا يا شيخ وسعى بعد طواف القدوم فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟ لا، إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه سعي الحج مقدما يكفي والحمد لله، لأن المفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، الطواف إن شاء فعله بعد طواف القدوم وإن شاء أخره إلى بعد طواف الإفاضة. نعم. هذا يسأل عن صحة حديث يا شيخ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا جوده الحافظ النووي في الأربعين النووية، وهو حديث جيد ومعناه صحيح على كل حال، معناه صحيح. نعم. هذا يسأل عن شروط الرضاعة يا فضيلة الشيخ، وما حكم الشك في عدد الرضعات أو كلمة أعتقد أو أظن أنني أرضعت كذا؟ الرضاع لا يثبت إلا بيقين، ما يثبت مع الشك، إذا شك فيه فهو كعدمه، ما يثبت إلا بيقين. نعم. تفضل يا فهد من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. والله نحبك في الله يا شيخ، الله يرحم والديك إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعم. يا شيخ الله يرحم والديك، أنا عندي زوجتي طال عمرك، عندي ذهب الملبوس، هل عليه صدقة يا شيخ؟ وفي شيخ أفتانا إنه يلزم علينا الصدقة. وعندنا عندنا يمكن 4 أو 5 سنوات من الذهب. ففتواك الله يرحم والديك يا شيخ، وأسفين على الإزعاج. والله يا أخي الذي يفتى به من قديم في هذه البلاد أن الذهب الذي يستعمل أو يعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. إذا أصيبت أختي فهل يحق لنا عندما نذهب بها للقاري أو الراقي أن يمس يدها حين الرقية؟ لا، القاري لا يمس المرأة، وإنما يقرأ ويرقيها من غير مس، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة عندما يلعن الرجل المرأة، هل يعد هذا طلاقا؟ وما حكم من كثر لعانه؟ هذا محرم، اللعن لا يجوز لا للزوجة ولا لغيرها، وهذا يتنافى مع العشرة بالمعروف التي أمر الله جل وعلا بها في قوله وعاشروهن بالمعروف، وإذا أغضبته فليصبر عليها، فإنه وإن غضب وإن سخط منها خلقا فسيجد فيها أخلاقا كثيرة طيبة، يصبر عليها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لعنها فهو يأثم، ولكنه ليس طلاقا، اللعن ليس طلاقا. نعم. أبو فهد من جدة معنا على الخط. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي للشيخ جزاكم الله خير، أنا ناوي الحج السنة هذه إن شاء الله، أنا ووالدتي وزوجتي، وأنا من سكان جدة، من سكان جدة، وأبغى أحج وأحجج الوالدة معي، الوالدة ساكنة في الطائف ولا أدري، والحملة حاجزة من مكة، وأبغى أطلع يعني على يوم 5 في الشهر وأنزل من الطائف من هناك بالوالدة ومر الميقات، فهل عليه شيء؟ ناوي أنا من جدة وأبغى أمر الميقات في الطائف.
الوالدة تحرم من الميقات من السيل على كل حال. وأما أنت إذا كنت أحرمت وأديت العمرة وتخرجت بعد العمرة فهذا يكفي، وإن أحرمت من السيل فهذا زيادة خير لا بأس. مفرد بهم وأنا نازل بالوالدة نمر الميقات والسيل ونحرم من هناك ونجي سوا على مكة إن شاء الله. أنت ما أحرمت، أنت مشيت من جدة ما أحرمت ها؟ ما أحرمت. اي تحرم من الميقات اذا مريت، حكمك حكم الوالده لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره، فتحرم من ميقات الطائف مع والدتك الله يعافيك. شكرا، جزاك الله خير. احسن الله اليكم. نعم. ايضا سؤال اخر وصلنا، يقول السائل: انا اريد الحج هذا العام ان شاء الله، انا من جده واهلي في المدينه وحجزنا مع الحملة من المدينة، هل يجوز لي أن أسافر بداية شهر الحج ثم أذهب إلى الحج مع أخي؟ أرجو إفادتي. نعم، السؤال. السؤال يقول: أنا أريد الحج هذا العام إن شاء الله، فنحن من سكان جدة وأهلي في المدينة وحجزنا من المدينة، هل يجوز لي أن أسافر بداية شهر الحج ثم أذهب إلى الحج مع أخي؟ يا أخي السؤال ما هو واضح، لكن أنت تقول أنك من أهل جدة وذهبت تستقبل أو تأخذ أخاك أو من أردت من المدينة. نعم نعم. يصير حكمك حكم أهل المدينة، تحرم من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة. نعم. فهد من القوعية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. نعم. سؤالي: الوالد قبل أن توفى الله يرحمه تزوج حرمتين، تزوج والدتي وتزوج عمتي قبلها. نعم. وعمتي أرضعت لها بنت. ايه. البنت هذه الحين كبرت وصار عليها عيال، العيال هذولا هل يجوز أنهم يسلمون على والدتي ولا ما يجوز؟ ما هي بأم لهم، هذه ما يعني زوجة جدهم هي. ايه زوجة جدهم، ايه والدتي زوجة جدهم. نعم، هم حارم لها لأنها زوجة أبي، الجد أب يا أخي. شكرا لك يا شيخ. أحسن الله إليكم. حياك الله. يقول هذا السائل: شيخ، في يوم العيد لم نطف طواف الوداع، لم نطف، طفنا في اليوم 13 طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة، فهل يجوز، فهل علينا إعادة؟ إذا أخرت طواف الإفاضة وأديته عند السفر فإنه يكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليك آخر عهدك بالبيت. الحمد لله. نعم. هذه سائلة تقول بأن أختي خالفت الأطباء فأسقطت الحمل جهلا منها، ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ كم سن الحمل؟ تقول 3 شهور يا شيخ. 3 شهور؟ نعم. لا يجوز، لا تأثم بهذا، ولكن ليس عليها كفارة لأنه لم تنفخ فيه الروح، نخ من 4 أشهر فما فوق. نعم. الغني المماطل هل يزكي المال الذي عنده أم لا يزكيه؟ الزكاة تجب على كل مسلم عنده ما تجب فيه الزكاة، يجب عليه ذلك إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فأكثر. نعم. محمد من الخرمة معنا على الخط، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ صالح، نحبك في الله. حياك الله وبارك في الجنة. وياك والمسلمين. عندي طال عمرك أنا إن شاء الله، أنا كبير أسرتي وأبغى أضحي وأبغى أترك الشعور وهذا في العشر، لكن أنا أبغى أحج متمتع يا شيخ، وشلون أقصر وأنا ممسكن على الشعر والأظافر؟ لا بأس،
هذا ما يدخل، النسك ما يدخل في المنع، فتقصر مرة. من أجل النسك لا بأس، يعني لا بأس أن أتمتع بالعمرة ثم أقصر من شعري. إيه نعم، الله يوفقك لما يحب ويرضى. السلام عليكم. آمين. السلام عليكم. السلام. السائل يقول اشتريت مجموعة من الإبل بنية التجارة يا شيخ، فكيف أخرج زكاة هذه الإبل؟ إذا تم عليها الحول وأنت تريدها للتجارة هذه تكون حكمها حكم عروض التجارة، تقومها بما تساوي عند رأس الحول وتزكيها. نعم. تقول أم عبد الله جدتي متوفية وأريد أن أشركها في الأضحية، وأنا الحقيقة أضحي واحدة كل سنة. لا بأس بذلك، تشرك في الأضحية من تشاء، إذا كانت هذه الأضحية تبرعا فلا تشرك بها من تريد، وفضل الله واسع. أما إذا كانت الأضحية وصية فإنها تكون على شرط الموصي. نعم. هذا سائل يقول يا شيخ من عجز عن الهدي في الحج فماذا يلزمه؟ فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يصوم 3 في الحج قبل يوم عرفة أو في أيام التشريق، ثم بعد ما يفرع من الحج يصوم 7 الباقية. نعم. أبو أنس من الرياض تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طال عمرك، أنا سويت عملية قبل 5 سنوات، عملية كبد، زراعة كبد. نعم. طيب. بعد 2 شهر جاء رمضان ما قدرت أصوم، وبعدين منعني الدكتور. نعم. من الصوم، وتصدقت بكيس لشخص واحد، يعني عائلة. نعم. فقيرة، فهل هذا يجزيني أو أصوم؟ طيب شكرا. ما دام تقول أن الصيام ما يتناسب معك والدكتور نهاك عن الصيام فلا تصم، ويكفي الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عن كل يوم 1.5 كيلو، عن كل يوم 1.5 كيلو، تعطيها عدة فقراء أو تعطيها فقير واحد ما يخالف. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول نريد أن نستفيد من الشيخ، وهي عن الحج، وأريد أن أخذ رأي الشيخ في الأحكام الشرعية. القارن يا شيخ، هل يكفي له طواف واحد وسعي واحد؟ نعم، تدخل العمرة في الحج ويكفيهما طواف واحد وسعي واحد، لكن يجب عليه الفدية، فدية التمتع. نعم. يقول بالنسبة إذا خرج الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم 12 بنية التعجل، ولديه عمل في منى سيعود له بعد الغروب، فهل يعتبر متعجلا؟ نعم، إذا خرج رحل قبل الغروب من منى متعجلا فانتهى حجه، وإذا عاد لغرض أو ليبيت في منى فلا بأس بذلك، لأنه تعجل، فرجوعه إلى منى هذا لا حكم له. نعم. أخيرا يقول الشيخ، الأجر المترتب هل هو واحد على المفرد والمتمتع والقارن؟ كيف؟ يقول هل هو أجر واحد المفرد والتمتع والقران؟ لا، التمتع أفضل، ثم القران، ثم الإفراد، تتفاوت في الأجر، أكملها التمتع وأدناها الإفراد. نعم. نريد أن نختم هذه الحلقة بكلمة منكم الشيخ صالح، تفضل. نوصي بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم الجماعة والسمع والطاعة وعدم الدخول في هذه الفتن وهذه الشرور، وعدم الإصغاء والاستماع إلى ما يقال من الهذيان ومن الكلام الفاضي ومن
أو من الكلام الباطل يعرض عن هذا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. استفدنا من هذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة، واستفدنا من هذه التوجيهات والنصائح من فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أشكر زملائي في مكتبة الشيخ في الرياض محمد عبد العزيز الحامد يزيد محمد الماضي، كما أشكر إخواني معي في الاستوديو المصورين والفنيين وكافة المخرجين في استوديو الرياض، هذا زميلي ناصر البقمي الذي أخرج هذه الحلقة. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.